السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ويمكنكم ودعوتي لكم إلى الاشتراك عبر قناة يوتيوب جعفر تغزري ليصلكم الجديد، وكذلك للتعليق وللتواصل، ويكون موضوعنا في هذه الحصة تحت عنوان الانخراط في نظام المقاول الذاتي، الانخراط في نظام المقاول الذاتي، أو بعبارة أخرى ما هي الشروط المتعلقة بالمقاول الذاتي؟ وقلنا أن شروط اختيار نظام المقاول الذاتي، فإذا كان المبدأ هو أن نظام المقاول الذاتي هو نظام اختياري، فالانخراط فيه مرهون بتوفر مجموعة من الشروط التي يمكن استقاها من تعريف المقاول الذاتي حسب المادة الأولى من قانون رقم 114-13، حيث عرفته بأنه كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500,000 درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و 200,000 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم الخدمات بخصوصه سيرفيس. وعلى ذلك فشروط الانخراط في نظام المقاول الذاتي هي شروط تتعلق بالمقاول وأخرى بالأنشطة المزاولة، وثالثة ترتبط برقم المعاملات. إذا الشروط هي بالمقاول الذاتي تتعلق بأنشطة المزاولة وبرقم المعاملات، ويعني بذلك الأشخاص المسموح لهم باختيار نظام المقاول الذاتي، ولكي ينخرط الشخص في نظام المقاول الذاتي يجب أن يكون شخصا طبيعيا وليس شخصا معنويا، وأن يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو خدماتيا بصفة فردية، أي دون أن يكون له شركاء. وبالرغم من أن القانون اقتصر في تعريف وتحديد المقاول الذاتي على صفتي الذاتية والفردية، فقد كان المشروع أكثر وضوحا، بحيث كانت المادة الأولى من المشروع تعرف المقاول الذاتي بأنه كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية ولحسابه الخاص نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته وخبراته، ويدير عليه دخلا ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة إلى غير ذلك. ومعنى ذلك أن المقاول الذاتي يجب أن تكون مزاولته للنشاط بصفة مستقلة ولحسابه الخاص، بمعنى أن لا تكون له علاقة تبعية مع شخص آخر، أو أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو يعمل لفائدة مقاول آخر، وإنما يجب أن يمارس نشاطه بصفة مستقلة، بحيث هو الذي عليه أن يتولى إدارة نشاطه، بدء من البحث عن العملاء والممولين إلى التسويق والتوزيع وتقديم الخدمات، دون أن يخضع بطبيعة الحال في ذلك لإشراف أو توجيه شخص آخر أو جهة أخرى. لكن هذا المبدأ لا يمارس أو لا يتعارض مع الحالة التي يتعاقد فيها المقاول الذاتي مع مقاول أو شركة من الباطن،
ويلتزم بتنفيذ الالتزام وفق المعايير التي وضعها المقاول الأصلي، ما دام أن هذا الالتزام لا يمكن تصنيفه في إطار علاقة الشغل. وكان أعتقد أنني أحط بالموضوع بما فيه الكفاية، لا يبقى لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.